المنتخب الكاميروني السابق ولاعب مونشن جلادباخ، واحد طبعا عمالقه التدريب في القاره الافريقيه. نتكلم معاه عن فوز الاهلي وتتويجه باللقب دوري ابطال افريقيا ومشاركته كمان في كاس العالم. بشكرك على وقتك وبشكرك على انضمامك لينا على شاشه الاهلي، وابدا بسماع رايك عن تتويج النادي الاهلي وتحقيقه للنجمه التاسعه بطوله دوري ابطال افريقيا. في بدايه الامر اهنيكم واهني النادي الاهلي على الفوز العظيم، واهني ايضا فريق الزمالك على الاداء الرائع، وانا سعيد جدا بتتويج النادي الاهلي بلقب دوري ابطال افريقيا وتاهله لبطوله كاس العالم للانديه في قطر. ومره اخرى تهنياتي والتهاني السعيدة لكم وللنادي الأهلي العظيم. مشاركة الأهلي في كأس العالم كيف تراها، وخصوصا كمان في ظل وجود العملاق الألماني بايرن ميونخ، وإيه هي من وجهة نظرك أهم نصيحة توجهها للنادي الأهلي قبل مشاركته في كأس العالم للأندية؟ لقد تابعت في الفترة الماضية النادي الأهلي، ومرة أخرى أهني النادي الأهلي، وأرى طبعا فريق بايرن ميونخ فريق قوي فريق عظيم، وهذه مواجهة مهمة جدا، وأتمنى أن يكون في نفس المجموعة في نفس المقابلة مع بايرن ميونخ، فهذا شيء عظيم جدا للكرة المصرية وللنادي الأهلي، خصوصا بوجود فريق عظيم مثل بايرن ميونخ. أرى الأهلي قد تكون متوفرة وقد يصل إلى الأدوار النهائية لأنه فريق عظيم. بمناسبة مشاركة الفريقين في كأس العالم للأندية، في كتير من الخبراء الرياضة بيروا تشابه كبير جدا بين منظومة بايرن ميونخ الكروية ومنظومة الأهلي من حيث الفكر ومن حيث الأسلوب ومن حيث فلسفة الإدارة، هل بتوافق هذا الرأي؟ نعم، بالفعل عندك بالفعل في أوجه تشابه كثيرة بين الفريقين، ليس فقط في كرة القدم ولكن في الإدارة كما حضرتك عبرت الآن عن ذلك. فأرى أنهم فريقين متشابهين جدا، ولدي وخصوصا النادي الأهلي بالإدارة الحالية وبهذا التطوير العظيم الذي نراه كلنا جميعا، وأرى أن بالطبع فريق بايرن ميونخ فريق كما أبلغتكم فريق عظيم جدا، وليس فقط من ناحية الكروية من ناحية الإدارية أيضا، فهم فريقان متشابهين جدا، وأؤيد هذا الرأي ورأي خبراء الكرة في مصر، وخصوصا بعد تتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، فهذا ينعكس بالطبع عن الإدارة العظيمة للنادي الأهلي، فهي إدارة منظمة جدا ولعبت دور هام جدا في تتويج النادي الأهلي، وأرى الشبه بالضبط مع نادي بايرن ميونخ في الإدارة أيضا. مزبوط. من وجهة نظرك مستر شايفر، يعني احنا بنتكلم على موسم وصل فيه ثلاث أندية مصرية لنهائيات البطولات الإفريقية، وبنتكلم عن تجارب لمصريين ناجحة في بطولات دوري قوية زي الدوري الإنجليزي زي محمد صلاح زي النني زي المحمدي وغيرهم، يعني ليه غاب اللعيب المصري عن الكرة الألمانية رغم انه كان في تجارب ناجحة زي كابتن هاني رمزي زي محمد زيدان وغيرهم من اللاعبين المصريين؟ لقد تابعت محمد صلاح عندما كان في إيطاليا،
ولعبته بالطبع ضد فريق منتخب مصر، أنت لديك حق، ولكن هذا السؤال صعب جدا، لأن أرى أن الكرة المصرية في تطور عظيم، ومحمد صلاح والنني وأيضا في النادي الأهلي نفسه هناك لاعبين موهوبين جدا، وأرى أنهم يستحقون اللعب في الدوريات الأوروبية وخصوصا الدوري الألماني والفرق الألمانية. محمد صلاح هو مثال لذلك، ولا أنكر وجود لاعبين مهمين جدا في النادي الأهلي، وأتمنى أن يكون لهم الحظ الأوفر في اللعب للدوري الألماني بوندسليغا في الأيام أو السنوات القادمة. بمناسبة الكلام على الاحتراف، في يمكن في السنوات الأخيرة ظهر نجوم كتير جدا من دول شمال إفريقيا على عكس تألقوا في أوروبا، يعني عندنا المغربي حكيم زياش، طبعا المصري مو صلاح، عندنا رياض محرز من الجزائر. هل بتعتقد انه الدفه بتتغير في القاره الافريقيه على مستوى اللاعبين المحترفين في اكبر الانديه في اوروبا؟ بالطبع فعلا هناك لعيبة ممتازون، لاعبون ممتازون جدا، وهم من أهم اللاعبين الذين تأقلموا بسرعة في الدوريات الكبرى مثل الدوري الإنجليزي مثل محمد صلاح، وليس فقط في انجلترا، ولكن العكس، هذا التبادل ما بين الكرة الأفريقية والكرة في انجلترا وأيضا في ألمانيا، فهم لاعبون جيدون جدا، وأرى أن هناك فرص. وماني لكي لا ننسى ساديو ماني أيضا، فهو لاعب مهم ويأتي من أفريقيا أيضا، ليس فقط من الدول العربية كما قلت حضرتك عن محرز وعن زياش، فهو من أهم اللاعبين أيضا الأفارقة الموجودين في البنسلة. في وجودك معنا لازم أسألك على المنتخب الألماني، وهل بتعتبر أنه ما يحدث مع المنتخب الألماني في الفترة الأخيرة هي مرحلة معاناة، وهل أنت مع قرار رحيل يواكيم لوف أو مع تولي مدرب آخر زي مثلا من الأسماء المرشحة يورجن كلوب مدرب ليفربول مسؤولية المنتخب الألماني؟ إن هناك بعض المشاكل في المنتخب الألماني مع لوف، أرى من وجهة نظري أنه لقد أصبح لوف في هذه الفترة مرهق بعض الأمر، مرهق ذهنيا كرويا بلغة الكرة، وأرى بعض المشاكل في المنتخب الألماني في هذه الفترة. كما لاحظتم اللقاءات الأخيرة مع روسيا على سبيل المثال كان هناك تأخر كبير وعدم التركيز، وأرى ليس هناك فرص كثيرة عند لوف المدرب الألماني للمانشافت الألماني، فهو مرهق ذهنيا أو كرويا من وجهة نظري، وأتمنى التحسين السريع للمنتخب الألماني. وأرى أن هناك لاعبون ألمان ممتازون في هذه الفترة للأمانة، لابد أن نذكر ذلك، ولكن أنا في حالة من الاندهاش، لماذا لا يؤدون بالشكل المطلوب كما يؤدون في مع فرقهم كبايرن ميونخ على سبيل المثال، فهناك شيء ما ليس على ما يرام، لابد من تعديله. مستر شايفر، من واقع خبرتك الطويلة في الملاعب الأفريقية، وأؤكد أنه من المهم أن نفهم العقلية، عقلية اللعيبة، عقلية البلد، من أجل التوافق والاندماج مع لعيبة، من أجل التتويج بالألقاب، ومن أجل الظهور بشكل رائع وأداء متميز، فمهم جدا. من واقع خبرتك في الطويلة مع الكرة الأفريقية، يهمني أعرف رأيك من حيث الترتيب، إيه هي أقوى
المنتخبات اللي انت بتكون حريص على متابعتها في القاره الافريقيه النهارده؟ هناك فرق لديها لاعبين ممتازين جدا، ولكن يحتاجون أن يبنوا فريق متكامل. اللاعبون الذين يؤدون ويبذلون كل الجهد من أجل الظهور بشكل متميز، ولابد على المدرب أن يشجع اللاعبين ويقودهم لتحقيق الهدف والألقاب، فهذا يلعب دور هام جدا. أنا أتحدث مرة أخرى عن المدرب نفسه. كما أبلغتك أن هناك فرق مميزة وقوية جدا في أفريقيا، ولكن لابد أن أؤكد أن المدرب لابد أن يلعب دورا كبيرا، فهو لابد أن يفهم عقلية اللاعبين وعقلية البلد وعقلية الكرة في أفريقيا. أفضل ثلاث منتخبات في أفريقيا من وجهة نظرك؟ المغرب لديها لاعبين ممتازين، مصر بالطبع، الكاميرون، وأمل أن الكاميرون يعود مرة أخرى، ولا بد أن لا ننسى أن هناك بعض المشاكل في فريق الكاميرون. في 2004 لقد دربت والفريق الكاميرون كنت معهم، وأرى أنه فريق قوي جدا، لابد أن يعود إلى وضعه وقوته كما كان. هل أثرت الكورونا مستر شايفر من وجهة نظرك على مستوى الكرة، على مستوى الأندية والمنتخبات، على مستوى العالم أيضا، مش بتكلم على القارة الأفريقية فقط؟ طبعا فيروس كورونا هو شيء سيء جدا، أثر بالطبع على الكرة في العالم بأجمعه. لابد أن نعيش ونتعايش مع ذلك. وأرى كما لاحظتم أن هناك رغم وجود الكورونا في تطور في الكرة في العالم، ليس فقط في أفريقيا أو في مصر، وأرى لابد أن نتعايش مع ذلك. مستر شايفر بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا في السادسة على شاشة الأهلي، شكرا جزيلا. واحد طبعا من أكبر الأسماء في عالم التدريب في القارة الأفريقية، وكان يهمنا جدا نسمع صوته، خصوصا طبعا أنه مدرب.